شغلنا الموقع في محطة قطار الموصل بشهر 1/2018. شغلنا الموقع بالمنطقة أو المنطقة الدائرة اللي تعرضت إلى القصف الجوي. تم التوجه والعمل على إعادة تأهيل هذا الموقع الذي ترونه أمامكم لإشغال الدائرة الموقع الرئيسي حسب وبدعم من توجيه من قبل السيد مدير عام الشركة العامة للسكك أستاذ سلام جبر. بعد أن تم تهيئة هذا الموقع تم الانطلاق من هذه الدائرة إلى إعادة وتأهيل باقي المواقع، ومن ثم العمل على إعادة تأهيل الخطوط. عندنا خطة لإعادة تأهيل المعامل والورش وخطوط السكة ضمن قطاع المنطقة الشمالية التي تبدأ من محطة تلول الباج إلى الموصل ومن ثم إلى ربيعة. حاليا الكشوفات والأعمال مستمرة بهذا العمل. بالنسبة للمنتسبين متواجدين في المحطات وفي هذا المقر بالدائرة، المنتسبين يستلمون رواتبهم من قبل مقر الشركة عن طريق بطاقة الماستر. منتسبين بحدود 321 منتسب تقريبا. المنتسبين يطالبون بصرف رواتب المدخرة حسب استحقاقهم اللي كانوا تحت سيطرة داعش. توجهات الشركة ودعم من السيد الوزير على إعادة محطة الموصل والخطوط التابعة لها والسكك تنهض من جديد. فالخطة الشركة حاليا استمروا بالعمل على مد الخطوط أو إعادة تأهيل الخطوط من بغداد توجها باتجاه الموصل، والعمل استمر من موصل إلى سامرة ومن ثم إلى تكريت، وهسه حاليا العمل موجود في بيجي. الأمور تعتمد على التخصيصات المالية. كان بالسابق كان اكو توجه من قبل المحافظ، كذلك عنده توجه بإعادة تأهيل المحطة والخطوط التابعة. حاليا اكو عندنا كشوفات وعندنا فحوصات مختبرية من قبل المكاتب الاستشارية، سيتم إجراء التنفيذ الأعمال المطلوبة اللازمة المتعلقة بهذه الأمور لحاجة إكمال الكشوفات والفحوصات المختبرية. الوقت يعتمد على الدعم المادي، والدعم موجود. نحن نتأمل إن شاء الله الدعم من قبل وزارة النقل والمتمثل بالسيد الوزير والمدير العام والسيد المعاون. احنا استمرينا باشرنا بالعمل في هذا الموقع البديل خلال شهر آذار، والموظفين اللي مارسوا أعمالهم الإدارية والفنية والقانونية والحسابات ومستمرين، وانطلاق والرواتب مستمرة، ونأمل بأنه تنصرف رواتبنا المدخرة، وقائمين بالواجبات المناطة بنا على أحسن ما يرام. ونتوجه بالشكر إلى سيد المدير العام وسيد الوزير على جهودهم المبذولة والمتابعة والدعم المستمر لنا، وإن شاء الله نطمح أن تكون مديرية سكن المنطقة الشمالية بالمستوى المطلوب، وتعود كما كان عهدها سابقا في نقل المسافرين والبضائع، وإن شاء الله إلى مزيد من التقدم والتطور. حاليا احنا في الموقع البديل لمديريه سكن المنطقه الشماليه بعد ان تم تاهيلها واظهارها بالمظهر اللائق قدر الامكان وبالجهود المتواضعه. 300 وتقريبا 20 موظف متوازعين ما بين المحطات ومقر المديريه، بين المحطات من تلول البق الى ربيعه، وكذلك هنا في مقر المديريه، يعني موزعين بين اقسام الحسابات والاداره والقانونيه وكذلك المحطات. بصراحه معتمدين على يعني الجهود وعلى التخصيص المالي. كل ما يكون التخصيص المالي وكل ما يكون هناك كشوفات وتخصيص مالي، إن شاء الله نعمل أنه تطمح بالمستوى المطلوب.